في ظل ده كله حياة كريمة شغالة ومكملة ومستمرة. خلينا نعرف آخر تفاصيل حياة كريمة إيه في محافظة المنيا. خليني أرحب بسيادة المحافظ أسامة القاضي. سيادة المحافظ مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ عز عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. هتبدأ يا فندم كمحافظة تبدأ تشتغل في مسألة ترشيد قبل ما ندخل في حياة كريمة، مسألة ترشيد الطاقة والفكرة مقاله اليوم معالي رئيس الوزراء، بنتكلم في طاقة، بنتكلم في غاز، بنتكلم في مية، كل حاجة. الإسراف في أي شيء هو خطأ. بالتأكيد يا فندم، بالتأكيد طبعا، وإحنا طبعا شغالين على الموضوع دون في موضوع ترشيد الطاقة، في حتى يعني في بننبه على كافة الموظفين ما فيش إنارة للمؤسسات الحكومية كلها في النهار ولا حتى في الشوارع ولا الميادين. يعني الكلام ده كله احنا شغالين عليه حضرتك، وان شاء الله طبعا توجيهات دولة رئيس الوزراء ننفذها طبعا بالحرف الواحد ان شاء الله. مكملين بخطة في محافظة المنيا على حياة كريمة يا سيادة المحافظ. طبعا حياة كريمة مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية، احنا شغالين الحمد لله في خمس مراكز عندنا فيهم 32 وحدة محلية. خمس مراكز على مستوى المنيا هي اللي محتاجة حياة كريمة؟ لا يا فندم، هي ان شاء الله المحافظة كلها داخلة حياة كريمة، بس احنا في المرحلة الأولى عندنا خمس تمام. مراكز تمام بيضم 32 وحدة محلية و192 قرية و757 تابع. نعم. بتضم حوالي 3471 مشروع في عندنا في كافة القطاعات ابتداء من الصرف الصحي حتى نقط الإطفاء. تمام، دي المرحلة الأولى فن. أي فن. مستهدف تخلص إمتى؟ هو طبعا حضرتك في مرحلة أولى ومرحلة تانية، وإحنا انضم لنا مركزين في المرحلة التانية دلوقتي. إن شاء الله طبعا كتوجهات فخامة السيد الرئيس إن المرحلة الأولى سنة، المرحلة التانية سنة، المرحلة الثالثة سنة، فإحنا دلوقتي شغالين في المرحلة الأولى. تمام. في بعض المشروعات بتاخد وقت أطول شوية زي محطات رفع الصرف الصحي ومحطات المعالجة، دول بياخدوا وقت التنفيذ أطول، ياخدوا سنة سنة ونص. تمام، لكن إن شاء الله المبادرة كلها بتخلص في المواعيد المحددة بتوجهات السيد الرئيس. يعني بنتكلم يا فندم على مستوى صرف صحي، بنتكلم على مستوى غاز طبيعي، بنتكلم على مستوى، أنا هنا بتكلم على المشروعات مثلا إعادة تجديد بعض المدارس أو الجامعات أو إنشاء جديد، بنتكلم على أماكن لسه ما وصلهاش زي ما قلت صرف صحي، غاز طبيعي، كهرباء، مية، مستوى الشغل في حياة كريمة. بص حضرتك، عندنا في الصرف الصحي تمام ان شاء الله باذن الله، يعني احنا قبل حياه كريمه كان الصرف الصحي ما وصلش 12% على مستوى المحافظه كلها، كانت المدن مخزومه وفي كافه القرى ما فيهاش صرف صحي. 12% بس حضرتك بتقول رقم مؤلم، 12% أيوة. فقط من قرى المنيا اللي كان عندها هذه الخدمات. تمام، ان شاء الله باذن الله لما تخلص المرحله الاولى هنعدي ال 65 لـ 70%، هتبقى مخدومه بالصرف الصحي. أنا بنعمل 179 محطة رفع صرف صحي، بنعمل 17 محطة معالجة، كانت محافظة المنيا قبل ال 17 معالجة كانت كل المحافظة كلها بيخدمها 11 محطة معالجة، إحنا بنعمل في حياة كريمة 17 محطة معالجة. نعم. والمحطة الواحدة تخدم حوالي 12 قرية. وطبعًا مرصود ميزانيات غير عادية علشان تكفي ما يقرب من 25 مليار جنيه للمرحلة الأولى. نعم. إيه تاني غير المحطات اللي في يا فندم؟ في مجمعات حكومية خدمية ومجمعات زراعية، تعرف طبعا المجمعات سيادتك المجمعات الحكومية بتبقى فيها جواها سبع خدمات، فيها شارع عقاري، سجل مدني، تضامن اجتماعي، مكتب تموين، مكتب بريد، مركز تكنولوجي، واحده محليه، كل ده بيبقى كان في اماكن في ما فيهاش الحاجات دي خالص. طبعا يا فندم كان المواطن بيروح عشان يقضي مصلحه زي ما بنقول كده، كان بيضطر يتعامل ازاي؟ بيروح المدينه، بيمشي حوالي مش اقل من 20 كيلو متر، دي هتبقى موجوده جنبه تمام، وبتخدم القرى اللي موجودين معاه والتوابع بتاعته، وفي عندي مجمعات زراعيه فيها تبقى فيها واحد طب بيطري ومجمع البان وجمعيه زراعيه وارشاد زراعي،
بدل ما كان بيروح قريه او اثنين او ثلاثه عشان يوصل، يروح الوحده البيطريه هتبقى موجوده جنبه. ايوه. يعني في كافه الغاز الطبيعي هيخش الكره. ايوه. تمام. يعني الاتصالات هيبقى عنده الانترنت. يا حضرتك يعني الالياف الضوئيه دي اول مره تخش الكره وابراج المحمول. ورص طرق، وحضرتك طبعا الوحدات الصحيه. يعني في كافه القرى وحدات. انا عندي حوالي 165 وحده صحيه، منهم رفع كفاءه ومنهم انشاء حديث طبقا لمنظومه التامين الصحي الشامل. ايوه. عشان ان شاء الله بنجهز كافه الوحدات الصحيه والمستشفيات عشان ان شاء الله تخش تامين الصحي الشامل في المرحله الثانيه او الثالثه. ده معنى كده ان قبل مشروع حياه كريمه كان مواطن المنياوي في عذاب يعني. يا فندم الحياه كريمه هتغير حياه ملايين المصريين في القرى والنجوع، وتمثل نهضه حقيقيه اللي في يعني انت لو تشوفي حضرتك في الجولات الميدانيه اللي انا بنزلها بتشوفي استعاده على وجوه المواطنين اهالينا في القرى. هيبقى عنده اول مره ميه نقيه، هيبقى عنده صرف صحي، هيبقى عنده غاز طبيعي. نعم. يعني حضرتك ده تنميه شامله بترفع نعم. مستوى اجتماعي واقتصادي وصحي لاهالينا في الريف كلهم. نعم ان شاء الله. بشكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا. سياده المحافظ سياده اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا.